السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم معي في حلقه جديده من قناه تيتانيك. اليوم عندي لكم فيديو جديد وشرح جديد وربح جديد. الفيديو اليوم غادي يكون مختلف على الفيديوهات تماما اللي شرحنا قبل، يعني الطريقه اللي شرحوا على في الفيديو هذا هي واحد الطريقه اللي فيها ما يدار وفيها بزاف ديال الدولارات اذا ركزت عليها مزيان. بحثت عليها في يوتيوب، ما لقيتش الناس يعني شرحها قبل ولا يعني الناس تطرقوا لهذا الموضوع هذا الا بعض الاشخاص اللي غير لمحوا ولكن ما حطوش تفاصيل بحال اللي غادي تشوفوا في الفيديو هذا ان شاء الله. فانا ما غاديش نتكلم وصافي، وانما غادي نوريكم الدليل ان شاء الله في الفيديو هذا، ونوريكم الناس اللي كيشتغلوا عليها وعلاش كيشتغلوا عليها بهذه الطريقه هذه. يعني الناس اللي كيشتغلوا عليها كيشتغلوا عليها بطريقه مجانيه، وكاين اللي كيشتغل عليها بطريقه مدفوعه. علاش كيشتغلوا بالطريقه المدفوعه؟ لانها مربحه بزاف اكثر من الطريقه المجانيه. فلا كنتم سبب الامر، فابقى معايا وتابع الفيديو حتى الاخر باش ما تفوتك حتى شي معلومه. والا كنت زائر جديد كنقول لك يا صديقي العزيز، ما تنساش تهود ديك الزر الاحمر كيف اسفل الفيديو وتضغط عليه وتشارك معنا، وما تنساش تفعل ديك الجرس الصغير باش يوصلك اي فيديو حتى القناه مباشره. بعد الحياة عجبك الفيديو ما تنساش دير واحد زر ديال لايك، تعليق مشجع في اسفل الفيديو، وإلا عندك سؤال غادي نخليك رابط الانستغرام ديالي في اسفل الفيديو، دخل ديك الرابط تروح عليا سؤال ديالك ونكون سعيد جدا بجاوبك عليه. ويلا نبداو على بركة الله. بعد ما تضغط على الرابط غادي نخليك في اسفل الفيديو صديقي العزيز، غادي يحولك مباشرة للصفحة هذه. كيما كتشوف هذه الصفحة هي ديال الشركة ديال بلو هوست، يعني استضافة ديال المواقع. اول حاجه تقوم بها صديقي العزيز وهي النقر في هذا المكان هذا كما كتشوفوا، باش تدخل تسجل كشركه تابعه وتروج للرابط ديال الافيليت ديالك. فخاصك تنقر في هذا المكان هذا كما كتشوفوا، اولا في هذا المكان اللي في الاسفل الى هو ده الاسفل كما كتشوفوا، غادي تلقاو هذا المكان ديال الافيليت حتى هو تقدر تسجل منه. يعني الطريقه ديال التسجيل راه سهله، غادي كليكيو عليها على هذا الشكل هذا كما كتشوف صديقي العزيز. بعد ما فتحت معنا الصفحه هذه كيقول لك هنايا يعني كل شخص جبتيه لهذا الرابط ديال الاحاله ديالك وتسجل منه في الشركه ديال بلو هوست وخذا واحد الاستضافه، فتحصلت على 65 دولار كما كتشوفوا في هذا المكان هذا، 65 دولار. فكما كتشوف صديقي العزيز اول حاجه غادي نقوم بها وهي التسجيل باش نحصل على الرابط ديال الافيليت ديالنا، غادي نبارطاجيوه مع الناس اللي غادي يشتركوا فيه وغادي يربحوا منه حنا، فخصنا نتسجلوا ضروري في هذا الموقع هذا. فطريقه ديال التسجيل راه سهله، غادي نجيو لهذا المكان هذا كما كتشوفوا، غادي نضغط على التسجيل بهذا الشكل هذا، غتفتح معنا الصفحه كما كتشوفوا هذه. هنا غادي تدخل الاسم ديالك، يعني الاسم ديال صاحب الحساب، غتدخل الاسم ديالك كاملا. هنا كتدخل كلمه السر وهنا كتعاود تاكد كلمه السر. هنا كتدخل الاسم الاول وهنا الكنيه وهنا رقم الهاتف، وهنا الشركه كتدخل غير الاسم ديالك، يعني المكان ديال الشركه كتدخل غير الاسم ديالك، حيت داك الاسم اللي غادي تدخله هو اللي غادي يبان في الرابط ديال الاحاله ديالك. وهنا كتدخل العنوان ديال البيت ديالك، وهنا المدينه، وهنا الولايه، وهنا الرمز البريدي، وهنا كتختار البلد ديالك، وهنا كتدخل العنوان البريد الالكتروني، كتدخل الرابط ديال شي سيت اللي عندك، شي سيت مثلا ولا شي مدونه حط لهم الرابط ديالها هنايا. وهنا كتدخل العنوان البريد الالكتروني ديال باي بال ديالك، يعني باي بال اللي باغي تستلم عليه الفلوس ديالك، فكتدخل البريد الالكتروني ديالو هنا في المكان هذا. وهنا كتوافق على الشروط وكتضغط على تسجيل. كما كتشوف الزخان عزيز بعد ما فتحنا الحساب ديالنا في بلو هوست كيقول لك هنا في هذا المكان هذا باللي السجل ديالنا كتقول باللي انت ما كتوفرش على رقم ضريبي. ملي غادي يجيبوا هذا الرقم الضريبي، يعني ما كاينش رقم ضريبي ما تقدرش تستلم المال ديالك. فالطريقه اللي غادي نوريكم صديقي العزيز راها سهله وسهله بزاف، ولكن بزاف الناس ما كيعرفوهاش. باش تحصل على الرقم الضريبي راها سهله، كتجي هذا المكان هذا كما كتشوفوا، كتضغط على هذه الصفحه غادي يحولك لواحد الصفحه واحده اخرى. فهنا كما كتشوف صديقي العزيز كيقول لك واش انت شخص امريكي، كتقول له لا انا ماشي شخص امريكي. فهنا كيفتح هذه الصفحه هذه وكيقول لك عمر لي هذه البيانات هذو. كما كتشوف هنا كيقول لك اسم مالك المنتفع، يعني انت الشخص اللي غادي ينتفع من هذا المجال هذا، فغتكتب الاسم ديالك هنايا. وهنا البلد ديالك، تدخل البلد ديالك في هذا المكان هذا، وهنا في هذا المكان هذا كتدخل العنوان ديال الاقامه ديالك يعني في ساكن، وهنا في هذا المكان هذا كتدخل المدينه او المنطقه ديالك يعني الولايه ديالك او الرمز البريدي خاصه انت اللي بغيتي. وهنا في هذا المكان هذا كتدخل الدوله ديالك، يعني مثلا انا غادي ندخل المغرب. وهنا في هذا المكان هذا كتعاود تدخل العنوان ديالك او رقم الشارع او الشقه او رقم الجناح كما كتشوفوا هنايا. وهنا في هذا المكان اللي في الاسفل كيقول لك دخل المدينه او المحافظه او المنطقه او الولايه، قم بتضمين الرمز البريدي، يعني دخل مع سر الرمز البريدي ديالك في هذا المكان هذا. وهنا كتعاود تدخل الدوله ديالك. وهنا في هذا المكان هذا الا كنتي شخص امريكي او كتسكن في امريكا فكتدخل الرقم الضريبي في هذا المكان هذا. وفي هذا المكان هذا غادي تدخل الرقم ديال لاكارت ناسيونال ديالك، يعني الرقم التعريف ديالك الا كنت يعني في المغرب. اما الا كنت في دوله اخرى فانا ما عرفتش الطريقه هذه. بالنسبه للاخوه اللي المغاربه اللي في المغرب راه الرقم ديال البطاقه الشخصيه ديالو راه كيعوض لك الرقم الضريبي، يعني في اي موقع طلب لك الرقم الضريبي وما عندكش دخل الرقم ديال البطاقه ديالك راه كيتقبل. فالطريقه هذه راه كتشتغل غير في المغرب، ولكن بالنسبه للدول الاخرين انا ما عارفش. وهنا في هذا المكان كتدخل تاريخ الميلاد ديالك يعني فوقاش زاديتي، ومن بعد كتنزل هذا المكان اللي في الاسفل كما كتشوفوا، وكتجي لهذا المكان هذا وكتعلم على هذه الكابتشون الصغيره كما كتشوفوا، وكتهود هذا المكان هذا وكتحط الاسم ديالك كتوقع، يعني عاود ما توقع على هاد المسندات اللي عمرتي، وكتدخل الاسم ديالك بمثابه التوقيع، وكتجي لهذا المكان هذا وكتضغط على ارسال النموذج الضريبي. يعني هذه الطريقه ديال التسجيل في هذا الموقع ديال بلو هوست. من بعد ما تسجل غادي يفتح معاك الموقع على هذا الشكل هذا كما كتشوف صديقي العزيز. بعد ما تسجلنا وسالينا الطريقه ديال التسجيل
هذه الواجهه ديال الموقع ديالنا او ديال الصفحه ديالنا اللي غادي نشتغلوا عليها. كما شفتوا ديال الداشبورد ديالنا فعندي جوج نقرات كما كتشوفوا، انا هادو جوج نقرات كليكيت على الرابط ديالي وضروري هاد جوج نقرات هنا كما كتشوفوا. فباش ناخد اللين ديالي ونبارطاجيه مع الناس ونجيب احالات اللي غادي نربح منها، غادي نجي هاد المكان هذا كما كتشوفوا، غادي نضغط على اللينك بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. الرابط اللي نقوم بالترويج ديالو هو هذا، هذا هو الرابط اللي غادي نروجوا له باش نربحوا منه فلوس. يعني هذا الرابط اي واحد تسجل منه انت غتاخذ 65 دولار. اي واحد غيسجل بهذا الرابط هذا غادي يشري واحد الاستضافه ديالو من الموقع ديال بلوهوست عن طريقك انت، غتربح 65 دولار. كما كتشوفوا كاين هذا الرابط هذا وكاين بزاف ديال الطرق اخرى باش تروج للرابط ديالك. يعني تقدر تروج له عن طريق اللي كان عندك شي مدونه، تقدر تروج له عن طريق الاعلان، يعني تحط الاعلان ديال هذا الموقع ديال بلوهوست في المدونه ديالك، واي واحد دخل المدونه ديالك وكليك على ديك الاعلان ودخل شرا من واحد الاستضافه انت غتربح 65 دولار. فحنا غادي نقوم بالترويج عن طريق الرابط ديال الافيليت ديالنا هو هذا. ولكن قبل ما ندخلوا للطريقه ديال الترويج بغيت نوريكم واحد النقطه مهمه باش نتوما تعرفوا باللي هذا الموقع هذا راه فيه ما يدار. فلا جينا للمتصفح ديال جوجل وكتبنا مثلا في هذا المكان هذا بلو هوست كما كتشوفوا. كما كتشوفوا هنا كيطلع لك واحد الاعلان ديال بلو هوست، الاعلان الثاني، الاعلان الثالث، ثلاثه الاعلانات طلع لنا هنايا. هاد ثلاثه الاعلانات اللي طلعونا في الاول هما اعلانات ديال بلو هوست عن طريق اشخاص، يعني اشخاص اللي قاموا بالترويج لهذا الرابط ديالهم، يعني اشخاص هما تسجلوا في الموقع ديال بلو هوست وخداو الرابط ديال الاحاله ديالهم او الرابط ديال الافيليت ديالهم وقاموا بالترويج عن طريق جوجل، يعني باش كيستهدفوا ناس اكثر وكيربحوا فلوس اكثر. وهاد الطريقه هذه كتثبت لك باللي هاد الشركه ديال بلو هوست يعني فيها ارباح وارباح كثيره بزاف، وكاين بزاف ديال الناس كيربحوا منها فلوس، وكاين اللي كيستهدف بالطريقه المجانيه وكاين اللي كيستهدف بالطريقه المدفوعه، وكاين بزاف ديال الطرق يعني ما غاديش نشرحهم كاملين في هذا الفيديو هذا، وانما غادي نوريكم غير اثباتات باش تفهموا الطريقه كيفاش. فحنا غادي نقوم بالترويج بالطريقه المجانيه واللي هي سهله بزاف وفيها ما يدار هي. فاول حاجه غادي نقوموا بها صديق العزيز، فاحنا الطريقه اللي غادي نستعملوها صديق العزيز في هذا الفيديو هذا اللي غادي نقوموا بالترويج ديال الرابط ديال الاحاده ديالنا وهي عن طريق تويتر. يعني غادي نجيو الحساب ديالنا في تويتر بهذا الشكل هذا، وغادي نقوموا بالترويج للرابط ديال الاحاده ديالنا عن طريق تويتر، وواحد الطريقه اللي هي سهله ولكن راها فعاله بزاف. كما كتشوف صديق العزيز في الجانب هذا كيوريك الحاجات اللي هما شائعين في المغرب، الحاجات اللي هما رايجين تريند. يعني كما كتشوف هنايا كاين بزاف ديال الحاجات رايجين عندنا في هذا المكان هذا. فحنا ما غاديش نروجوا للرابط ديال الاحاده ديالنا في المغرب، وانما غادي نستهدفوا الدول الغربيين بحال الولايات المتحده الامريكيه. فاول حاجه غادي نقوم بها صديقي العزيز وهي غادي نجي لهذا المكان هذا، غادي نقوم بفتح الفي بي ان على الولايات المتحده كما كتشوفوا. غادي نقوم بفتح الفي بي ان على الولايات المتحده بهذا الشكل هذا، وغادي نقوم بريفريش الصفحه بهذا الشكل هذا باش يعطيني الترند اللي كاين في الولايات المتحده الامريكيه. يعني هذو هما الحاجات اللي راجين في الولايات المتحده الامريكيه. غادي نجي لهذا المكان هذا، غادي نكليك عليه باش يزيد يطلع لي الروابط كلها او الاسماء كلها اللي رايجه على هذا الشكل هذا. وغادي ناخذهم كاملين يعني وحده بوحده، غادي ناخذهم نسخ وغادي نجي ندوز في المكان هذا كما كتشوفوا، ندير له اللصق ونمشي معاهم كاملين يعني وحده بوحده، غننسخ هذو كاملين وحده بوحده ونجمع واحد القدر يعني 5 ولا 6 ولا 10 على حسب الاستطاعه ديالك. وغادي نقوم بالخطوه الثانيه. كما كتشوف صديقي العزيز بعد ما خدينا الهاشتاغات كاملين يعني اللي كاينين ترند هاد الساعه في الولايات المتحده الامريكيه، دابا غادي نرجعوا للواجهه ديال بلو هوست او للرابط ديال الاحاله ديالنا على الشكل هذا. نقوم بالنسخ ديالو، ننسخوه ناخذوه كوبي وغادي نرجعوا للمتصفح ديال جوجل، غادي نقوم بلصق على الشكل هذا وغادي نضغطوا عليه. كما كتشوف هذه الصفحه اللي تبان للزائر، يعني الزائر ملي كليك على الرابط ديالك غتبان له الصفحه على الشكل هذا. اول حاجه نقوم بها ناخذ هذا العنوان هذا كما كتشوفوا، ناخذ هذا العنوان هذا كوبي نسخ وغادي نرجعوا لتويتر، وغادي نجيو للصفحه الرئيسيه ديالنا باش نقوموا بواحد التغريده بهذا الشكل هذا، نضبطوا الاعلان ديالنا حقه وطريقه، نرجعوا مرة ثانية ناخذ هذا العنوان هذا عاوتاني كذلك ومثل. يعني تقدر ترجم هذه الصفحة هذه باش تعرف شنو كتاخد انت من الصفحة، يعني ما تقدرش تاخد غير هكذاك وصافي باش تفهم الطريقة ديال الاشتغال كيفاش. غادي نقوم بلصق، يعني غير نسخ ولصق ما عندك شي حاجة كبيرة، نرجعو للصفحة كذا. دابا غناخدو اللين ديالنا، اللين ديالنا هو هذا، غناخدوه كوبي تاهو وغادي نجيو لواحد الموقع اللي سميتو بيتلي بهذا الشكل هذا. هذا الموقع الدور ديالو هو كيقصر لك الرابط، يعني تقصير الروابط. نضغط على كرييت ونلصقوا الرابط ديالنا في هذا المكان هذا، غادي يعطينا واحد الرابط اخر صغير مختصر كما كتشوفوا هو هذا الرابط.
نضغط على كوبي من المكان هذا. يعني الا ما اختصرتيش الرابط ديالك في هذا الموقع هذا ما غاديش بغيت تنشر لك في تويتر، يعني ضروري تويتر غادي يحذف لك التغريده ديالك، فضروري كيخصك تقصر الرابط ديالك في هذا الموقع ديال بيتلي. غادي نرجعوا للتويتر ديالنا على هذا الشكل هذا، غادي نقوموا بلصق الرابط ديالنا، دور الرابط غادي كليكي عليه الزائر على هذا الشكل هذا. دابا غادي نرجعوا للكلمات اللي خديناهم، الكلمات هادو كاملين غادي ناخذهم كوبي الى نسخ، غادي نرجعوا للصفحه، غادي نقوم بلصق. هادو هما الكلمات اللي كاينين ترند حاليا في امريكا، وحنا بغينا نستهدفو هاد الكلمات باش التغريده ديالنا تنتشر بزاف. حاجه واحده اخرى باقا لنا في هاد التغريده، وهي نضيف واحد الصوره للتغريده ديالنا. غادي نجيو لهاد المكان هذا كما كتشوفوا، غادي نكليكيو عليه. انا سبق لي حملت واحد الصوره، غادي نلقاوها هنا في الديسكتوب، ننزل في هذا المكان، الصوره هي هذه اللي غادي نضيفو. كما كتشوفوا ديال الصوره اللي حتى هي ديال بلو هوست، تقدر تريسيرجيها غير من جوجل، ماشي ضروري تكون فيها حقوق الطبع ولا ما فيهاش، ما غاديش يكون عندك مشكل بهذه الناحيه هذه. غادي واحد الصوره تكون جات دابا و تريسيرجيها خايا من جوجل، ما عندكش مشكل. من بعد ما قمنا بالتضبيط، يعني ضبطنا العنوان ديالنا كما كتشوفوا، هنا الرابط ديال الاحاله، هادو الهاشتاغات اللي استهدفنا، هذه الصوره ديال التغريده ديالنا. عطنا دابا حاجه واحده، وهي غادي نضغطوا على التغريده، يعني باش نقوموا بنشر التغريده هذه. غادي نجيو لهذا المكان هذا، نضغط على تويتر كما كتشوفوها، هو المنشور ديالنا تنشر بدون مشاكل. يعني الا ما قصرتيش هذا الرابط هذا فما غاديش يتنشر لك المنشور ديالك، ضروري تقصر الرابط ديالك في الموقع ديال بيتلي. يعني الرابط اللي اشتغلنا بهم اليوم كامل غادي نخليكم في اسفل الفيديو، تقدروا تدخلوا الوصف ديال هذا الفيديو هذا غتلقاو تما الروابط كلها. وان شاء الله ركزوا على هذه الطريقه، هذه راه فيها ميدان الاخوان، خصكم شويه ديال الاجتهاد وشويه ديال العمل. والا عجبتكم هذه السلسله هذه فغادي نستمروا فيها، وغادي نعطيكم شي مواقع احسن من هادو اللي غادي تشتغلوا فيها وتربحوا منهم فلوس. فهادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، وكنتمنى والله نكون توفقت في الشرح ديال هذا الفيديو هذا. والا عجبك الشرح ديال اليوم واستفدتي منه، ما تنساش دير واحد الزر ديال اللايك. والا كنتي زائر جديد وباقي ما اشتركتش في القناه، ما تنساش تهود لك الزر الاحمر وتضغط عليه تشترك معنا. والا اشتركتي ما تنساش تفعل ديك الجرس الصغير باش يوصلك اي فيديو حتى القناه ديالي مباشره. والا عندك شي سؤال غادي نخليك الرابط ديال الانستغرام ديالي في اسفل الفيديو، دخل ديك الرابط طرح لي السؤال ديالك، وغادي نكون سعيد جدا باش نجاوبك عليه. والى نلقاكم في فيديو اخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.